السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم 24 نوفمبر، ان شاء الله ندير واحد الجولة في السطح ونشوفوا شنو تزاد، نشوفوا الخضروات ونشوفوا فين وصلت القضية. بسم الله توكلنا على الله. هذه التين هاي خرجت الاوراق ديالها جداد، وهذه درنا لها واحد الفيديو ديال طريقه الزراعه ديالها، وكلينا منها الحمد لله بعض الحبات، وهي دابا كنتمنوا تزيد في الاستمرار ديالها. هاي خرجت الاوراق مزيانين، هذا المكور الاسود، هذه الجوافه ديالنا، وهذا الفلفل الحمد لله او ما شاء الله غادي مزيان. وهذا درنا الحصاد الاول ودرنا الطريقه ديالو في الترقيد في المنزل او التصبير، وذكم الطريقه ديالو رجعوا راكين في القناه، وهو غادي مزيان مستمر رغم البرد. شوف تبارك الله الخير، هذا وهادشي راه غير في الصناديق البلاستيكيه كيف كتشاهد المشاهد الكرام. هو دابا كيتسقنيت، وهذا درتيه الطريقة ديال البويوت المحمية، درتيه الخيوط وهو غادي معاهم في التسلق. إنتاج وفير الحمد لله هاد السنة ديال الفلفل، وهذا اللي زرعناه في القارورات، درنا إعادة تدوير كيف كتشاهدو، حتى هو واحد النوع آخر، هذا السوداني. الفلفل السوداني هذا حار تاهو بزاف كيف كتشاهدوا، هذا المنظر ديالو عام. هذا القزبر، هذا الربيع، هذا الكرافس، هذه الضربة، هذا الكرافس راه حيدناه وعاود تاني هو خلف، يلا قطعتو هو تاني جديد. هذا راه عندو تقريبا واحد سنتان بالرمضان ديال داك العام هو عندي. وهذه البطاطس اللي زرعناها في واحد شرشة، هاهي مزيانة الحمد لله غادا مزيان. هذه النعناع، هذا الملفوف، عما قريب غندير لكم واحد الحلقة على الزراعة ديالو، الملفوف الأخضر أو الكرومب. النعناع في صحة جيدة الحمد لله غادي مزيان. نقطعو الماء، زراعة راه جميلة ومريحة للنفس، كنتمنى كاع تغرسو، ولو النعناع ولو أي حاجة في الدار ولا في السطح ولا في البلكون. هذا الحامض أربعة سيزون، كات سيزون، هذا واحد من النوع ديال الفلفل آخر، إنتاج جيد، كتبدل ليه الألوان ديالو كيف كتشاهدو. هذا هو غادي تاهو في التسلق، هذا البصلاد، هنا الفول اللي غرسناه جميعين، الفول غادي مزيان. وهذا الفلفل الوان، هذا اللي درنا ليه واحد الدرس في القناة، هذا الفلفل الوان ديال اصفر او ثاني بدا في الانتاج ديالو، خا جنينه الحمد لله هو بدا كيعطي.
شاهدنا مشاهدي الكرام، هو غادي كل شيء كيتمر. هذا بعض النباتات اللي كتسلق كتدلى، هذه قطرات الندى كدير واحد الاوراد حمر. هذا فلفل حدانيت سوداني، هذا واحد من النوع الثاني ديال الفلفل. ما شاء الله نعم، الفلفل تبرعنا في جميع الالوان وجميع الديكورات. هذا حار بزاف، هذا لي بيكون تريك بيكون، هذا واعر جميل، عنده هذا اللون ديالو الاحمر. هو غادي في التسلق الحمد لله، وغادي في الانتاج. شاهد وحدها فلفل في لون اخر، يعني جميع الالوان الحمد لله. هذه شجرة الإيجاص أو البعويد، درت لها الترقيد الهوائي، غادي نقدمه لكم عما قريب في القناة. الترقيد الهوائي للأشجار، هذا الفول هو غالي مزيان، درنا ليه الترس ديال الزراعة ديالو. نوريكم الزعفران غرستو، نقدم لكم شي درس تا هو عليه. نتمنى يخرج لنا هاد السنة بعض الورود ديال الزعفران. ها هو ناض، هانت كيتشاهد ها هو في الانبات ديالو. هذا الجزر، هذا الفلفل، انتما كتشوفوه غير في السطيلات ديال البلاستيك. هذا الفلفل الالوان، هذا الفلفل الاحمر، ديما الطريقه ديال التسلق ممتازة هذه الطريقة. حتى الفلفل حتى سميتو الفول درت ليه التسلق باش ميتهرش، لأن كتكون الرياح كتهرس وخصو تربط ويطلع معاه الفوق بهذا الشكل خيوط. نمشيو للثوم، وريتكم الجزر. هو الحمد لله الجزر اللي غرسنا في درنا ليه الدرس ديال الزراعة ديالو، كلشي هادي هادشي درنا ليه الدروس. هذا الثوم اللي غرسناه نهار 6/9 شهر سعود، او الحمد لله كيف كتشاهدوا. من بعد نقدروا نستهلكوا هذا النمو الخضري ديالو في الطبخ، كيجي لذيذ في الطاجين ولا في الماكله. ومن بعد راه هو كيخلف عاود ثاني كيخلف، وفي شهر 4 ان شاء الله نديروا الحصاد ديالو. شتيه طريقه انبات 100%. ناض معاه بعض الخصات نقدروا نحولوهم. هذه عشبة الليمون أو الويزة الحامضة، عندها واحد المذاق زوين. هذا الدنجال أو الباذنجان في قارورة، يديرون إعادة تدوير منهم منظر وديكور، منظر جميل. ومعاه الفلفل، مزيج معاه الفلفل أسود، هذا فلفل عاوتاني ديما يفلفل بزاف هاد العام. إنتاج جيد، غنديرو فيه التصدير هاد العام إن شاء الله. وهذا فلفل أحمر اللي قدمت لكم في القناة ذاك النهار، هو إن شاء الله يتسنى باش يتلون اللون ديالو. هذا الخص، هذا البروكولي، النعناع، معاه الفلفل، دائما الفلفل.
هو داك الفلفل تا هو الوان بدا كيعطي الورود ديالو جميله. هذه بعض العصاريات هذه الجلبانه انا كنغير شي شويه شويه باش ندير لكم الطريقه ديال الزراعه والطريقه ديال القرنبيط. شوف من غادي شيبة هذه المربى اللي درنا في القارورات هذه شجرة البرقوق عندها فلفل عود تاني وهذه المربى هذا كرفس هذا القزبر المعدنوس اللويزه اللي درنا لها واحد الحلقه وقلمتها هاي الحمد لله رجعات قلمتها مزيان رجعوا شوفوا الفيديو هاي رجعات من جديد يلا قلبتها مزيان خليت فيها حتى شي نمو خضري من بعد هاد النمو الخضري ديالها هذا باباي شجرة الباباي هاي دي مع الطفل غندير لكم الحلقة عليها وهادي مع طريشة و غوندات يلا نتمنى هذه الجولة تكون تعجبكم وتربكم يلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحلقة الجاية ندير شي درس إن شاء الله يلا الله عنكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.